قصور مرعبة ومسكونة بالأشباح، هذه أشهرها. قصر دراغزهولم الدنمارك. يعتبر قصر دراغزهولم من أشهر القصور المسكونة في أوروبا، وقد بناه أسقف روسكيلد بيتر سونيسن في القرن الثاني عشر. كان يستخدم في بادئ الأمر كقلعة محصنة لإيواء النبلاء المهمين في البلاد، ثم تحول لاحقا إلى سجن مخيف. أما اليوم فقد تم تحويله إلى فندق يحتوي على قاعات اجتماعات ومطعمين، بالإضافة إلى 100 شبح. من بين هؤلاء 100 برز 5 أشباح مشهورة. الأول هو شبح الأسقف رونو الذي كان سجينا في هذا القصر، ويقال أنه بإمكانك سماعه ينشد الترانيم الكاثوليكية أثناء تجولك في أرجاء القصر. أما الشبح الثاني فهو لإيرل بوثويل الرابع، والذي كان سجينا سياسيا أصيب بالجنون وتوفي في القصر. يقول بعض الزوار أنهم كانوا يسمعون صوته أثناء ركوبه لحصانه في باحة القصر. الشبح الثالث يعود لأجلر بروكنهوس، والذي تم تقييده في زنزانة وبالإمكان سماع أنينه حتى يومنا هذا في فندق القصر. يعرف الشبح الرابع بالسيدة البيضاء، واسمها الحقيقي سيلينا بوفيلز، وقد وقعت سيلينا في حب رجل من عامة الشعب، وعندما علم أباها بأنها تنتظر مولودا من هذا الرجل قام بزجها في زنزانة في قصر دراغزهولم. سنة 1930 وجد بعض العمال هيكلها العظمي داخل أحد جدران القصر، وبالإمكان رؤية شبحها يتجول في القصر باحثة عن عشيقها أثناء الليل. السيدة الرمادية هي الشبح الخامس في هذا القصر المخيف، وقد كانت تعمل كخادمة فيه. وفي أحد الأيام أصابها وجع حاد في أسنانها، فقام مالك القصر بعلاجها ولكنها توفيت نتيجة الألم الشديد. أما اليوم فبالإمكان رؤية شبحها يتجول في أرجاء القصر باحثا عن عمل مفيد لرد جميل مالك القصر. شاتو دو شاتوبريان، فرنسا. شاتو دو شاتوبريان هو قصر قديم بني في القرن الحادي عشر، وهو من أشهر القصور المسكونة بالأشباح في فرنسا. يقال أن الأشباح بدأت بالظهور في أرجائه خلال القرن السادس عشر بعد وفاة فرانسوا دي فوا زوجة جون دي لافال. وقد بدأت القصة عندما استدعى الملك فرانسيس الأول دي لافال إلى قصره. قام دي لافال باصطحاب زوجته معه، وأعجب الملك بجمالها وأقام علاقة غرامية معها وقرر الزواج منها. لكن سنة 1537 توفيت فرانسوا في ظروف غامضة، وتقول بعض الروايات أن زوجها قام بتسميمها وحبسها بعدما سمع عن علاقتها بالملك. وعلى مدار السنين كان شبح فرانسوا يظهر في ذكرى وفاتها يتجول في أرجاء القصر. قصر ميغيرني، اسكتلندا. شيد قصر ميغيرني في القرن السابع عشر، وهو من أشهر قصور اسكتلندا. يسكن هذا القصر شبح مسالم يعود لزوجة رئيس عشيرة منزي الإسكتلندية. تشير بعض الروايات بأن رئيس العشيرة قام بقتل زوجته بطريقة وحشية وقطعها، ثم تخلص منها بعدما علم عن علاقتها الغرامية العديدة. يقال أن نصفها الأسفل يجول في الطوابق السفلية للقصر، أما نصفها الأعلى فيفضل الطوابق العلوية، حيث يرقد ضيوف القصر من الرجال وتقوم بتقبيلهم أثناء نومهم. قصر شارلفيل، إيرلندا. قام الأيرل الأول لشارلفيل تشارلز ويليام بيري ببناء قصر شارلفيل سنة 1798، وهو من أشهر القصور المرعبة في إيرلندا. يقوم شبح ابنة الأيرل هارييت البالغة من العمر 8 سنوات بالإقامة في هذا القصر. توفيت هارييت في حادث مأساوي سنة 1861 عندما كانت تلعب في القصر. ويقول بعض الزوار أنه يمكن سماع شبح هارييت وهي تضحك وتغني أو تصرخ في الليل. أما البعض الآخر فيقول بأنه يمكن رؤية الشبح وهي تلعب على سلالم القصر. قلعة كيب، إنجلترا. لقد بدأ العمل في قلعة كيب عام 1080، وهي أحد أقدم الأبنية في نيوكاسل.
بدأ استخدام هذه القلعة كسجن في القرن السابع عشر، وقد عرفت بأحوالها الفظيعة وقربها من البلاك جيت الذي كانت تتم فيه الإعدامات العلنية خلال القرن الثامن عشر. تعتبر قلعة كيب من أشهر القلاع والقصور إخافة، حتى أنه يقال بأن كل حجرة في هذا المبنى لها رواية مريعة ترتبط بها. زعم العديد من الزوار مشاهدتهم لظلال غريبة وضباب لا يمكن تفسيره في أرجاء القلعة، كما برزت عدة تقارير تفيد بأن بعض الزوار تعرضوا للاعتداء والدفع والخج، بالإضافة إلى سماعهم أصوات لجنود ونساء وأطفال ورهبان أيضا. قصر هوسكا التشيك. يعتبر قصر هوسكا من أكثر القصور المخيفة في العالم، وقد أطلق عليه اسم بوابة جهنم. قام حاكم بوهيميا أتوكار الثاني ببنائه في بداية القرن الثالث عشر، ويتوسطه كنيسة صغيرة بها بئر مخيف تنبعث منه أصوات جهنم بحسب الإشاعات، حتى أن بعض التسجيلات لهذه الأصوات موجودة على شبكة الإنترنت. بحسب الأساطير فإن هذا القصر هو موطن للعديد من المخلوقات المرعبة، كوحش له جزء بشري وجزء ضفدع وجزء كلب، كما يوجد شبح لأحد الرهبان يحمل فأسا بيده ويطارد أي شخص يقترب من القصر. وقد روى بعض الزوار أنهم رأوا طابور من الأشباح مقيدين مع بعضهم البعض ويتم تعذيبهم بقسوة. قلعة بيرغ إلدز ألمانيا. في سنة 1157 أمر فريدريك الأول الكونت رودولف فون إلدز بحماية الطرق التجارية الرابطة بين نهر موزيل وسهل مافيلد، وعلى إثر ذلك شيد الكونت رودولف هذه القلعة التي لا تزال مملوكة لعائلة إلدز حتى يومنا هذا. هناك غرف قليلة يمكن للسياح زيارتها في هذه القلعة، ومن بينها غرفة نوم تعود للكونتيسة أغنس، والتي لا تزال تحتوي على بعض ممتلكاتها الخاصة كسريرها ودرعها وفأسها التي كانت تستخدمها في المعارك. تقول بعض الأساطير أن الكونتيسة توفيت وهي تدافع عن قلعة بيرغ إلدز، وأن شبحها لا يزال يروع ساكني وزوار القلعة حتى يومنا هذا. قلعة ليب، أكثر قصور إيرلندا رعبا. تم بناء قلعة ليب في القرن الخامس عشر لعشيرة أوكارولز، وخلال عملية البناء تم اكتشاف زنزانة تحتوي على بقايا بشرية لعشرات الأشخاص. وبسبب تاريخ القلعة الدموي والغني بالعنف والقتل، برزت روايات عديدة حول أشباح تسكن في هذا المكان. من أشهر تلك الأشباح شبح يدعى إد، وهو مخلوق غريب بحجم خروف له وجه مشوه، كما يمكن معرفة حضوره من رائحة الكبريت والعفن المصاحبة له. من بين أشباح قلعة ليب أيضا رجل يقوم بدفع برميل يتجول في غرفة الكاهن، كما يمكن رؤية شبح السيدة الحمراء تتجول في أرجاء القصر وهي تحمل خنجرا في يدها. وبحسب الأساطير فإن هذه السيدة قامت بقتل نفسها بعد أن ألقي القبض عليها واغتصابها. أخيرا يوجد في هذه القلعة شبحان لفتاتين صغيرتين هما إيميلي وشارلوت، تمت مشاهدتهما من قبل العديد من الزوار وهما تلعبان في أرجاء القلعة. وقد توفيت إيميلي وهي في سن 11 عندما سقطت من الطابق العلوي. قصر كولزيان اسكتلندا. قام سير توماس كينيدي ببناء قصر كولزيان في سنة 1602 على أنقاض قصر قديم. بحسب الروايات يوجد شبحان يطاردان سكان هذا القصر. عادة ما يشاهد الشبح الأول وهو يعزف على مزمار خلال الليالي العاصفة أو في مناسبات الزواج في عائلة كينيدي، أما الشبح الثاني فيعود لسيدة ترتدي ثوبا أنيقا، ولكن لا أحد يعلم قصتها أو سبب وجودها في هذا القصر. قصر تشيلينغهام، أشهر قصور إنجلترا. يعتبر قصر تشيلينغهام والذي تم بناؤه في القرن الرابع عشر من أشهر القصور المسكونة بالأشباح في إنجلترا، فهو موطن شبح ولد صغير يدعى الصبي الأزرق، ويمكن سماع بكائه أثناء الليل في الغرفة الوردية، وبعد انتهائه من البكاء يظهر مرتديا ثيابا زرقاء. تم اكتشاف عظامه في جدار أحد غرف النوم خلال إعادة تجديد القصر،
وتم دفنه بطريقة لائقة بعد ذلك. من أشهر الأشباح أيضا شبح السيدة ماري بيركلي زوجة اللورد غراي الذي كان يقيم علاقة غرامية مع أختها في القصر، ويقال أن شبح ماري يظهر باستمرار في القصر وهي تبحث عن زوجها الذي هجرها. قلعة أدنبرا في اسكتلندا بنيت في القرن الثاني عشر، هل تؤمن بوجود الأشباح؟ حسناً، قلعة أدنبرا هي واحدة من الأماكن التي تدفع المشككين بوجود الأشباح إلى الإيمان بها. قبل بضع سنوات قامت مجلة التايمز بإعداد لائحة حول أشهر الأماكن المسكونة في العالم، وجاءت قلعة أدنبرا ضمن تلك اللائحة. شوهد لاعب درامز مقطوع الرأس وهو يعزف في قاعات القلعة لأول مرة عام 1650. هناك أيضا مشاهدات حية لشبح سيدة يظهر في القاعات المظلمة، ويرجح أنه يعود للسيدة غلاميس التي تم اتهامها بالسحر سنة 1537، وتم إعدامها حرقا أمام ناظري ابنها الصغير. هذه المشاهدات جعلت من قلعة أدنبرا مقصدا لمطاردي الأشباح وراصدي الظواهر الخارقة. عام 2001 قام أحد الأطباء بإعداد فريق مكون من 240 متطوع لقضاء 10 أيام داخل وحول القصر. تم إخفاء حقيقة القلعة عن المتطوعين والتأكد من أنهم لا يعلمون شيئا عن أشباحها أو ماضيها المخيف. رصد المتطوعون حالات غامضة من مشاهدة الأشباح والظلال الغريبة، وكانوا يشعرون دوما بوجود أحد معهم. أبلغ بعضهم عن رؤية مشاهدات من أحداث تاريخية وقعت داخل القلعة، كما اختبروا مشاعرا من الخوف والقشعريرة خصوصا في الممرات المرصوفة بالحصى داخل الأبراج المحصنة القديمة.